تنتفع بغير وجه حق بالثروات التونسية. بعد شوية ناخذوا جميع التفاصيل، ولكن البداية باش تكون مع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في إعلانه البارح. بعد نرجع سفيان نشوفوا إلى أي مدى هذا الإعلان فاجأ البعض وفرح البعض الآخر زادة، أكيد أنه من خارج الأحزاب السياسية الناس اللي فرحت. الضرورة والمسؤولية والواجب الوطني يحتم علينا اليوم تكوين حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي يكون محور اهتمامها المواطن، وأولوية أولوياتها أنها تقدم له الحلول العاجلة اللي ما تستناش من غير ما تكون رهينة التجاذبات والخصومات السياسية. وفي تقديري أن الصيغة الأمثل لها أنها تكون حكومة كفاءات مستقلة تماما تتوفر في أعضائها شروط النجاعة والجاهزية والنزاهة، وتكون قادرة على العمل في تناغم لتحقيق أهداف برنامجها. اللقاءات إذن والمشاورات ستتواصل أما حول المقاربة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، لأنه تحقيقها يلزم يكون بدعم ومساندة الأحزاب والبرلمان اللي بطبيعة الحال باش نكونوا على ذمته في ممارسة دوره الرقابي. سفيان، هذه تصريح المشيشي تحدث على شكل الحكومة وتحدث أيضا على أهداف الحكومة اللي قال باش تكون أساسا اقتصادية. في تحليلنا اليوم باش نحاولوا أن نقسموا ما بين موضوعين: الحكومة صيغتها صفتها كيف ستكون، هويتها اللي هي ستكون لا سياسية وفيها كفاءات، ومن بعد باش نحكيوا على الأهداف اللي هي اليوم الجميع يقر أنها من أولويات البلاد الكل والشعب الكل. ساعة فما مجموعة من الملاحظات المبدئية. ساعة راه ما فماش حكومة لا سياسية، لأنه الحكومة دورها وضع السياسات. إذا باش تكون عندنا حكومة سياسية متكونة من كفاءات غير متحزبة. هذا في الحقيقة تدقيقا، لكن باش تكون حكومة سياسية هذا ما فيهش حتى كلام. ثانيا أنه الصيغة هذه اللي ما جربناهاش في السابق، لأنه احنا عملنا التجارب الكل، بقات هذه أنا نجربوا فيها حكومة متاع كفاءات مستقلة، ماهيش صيغة غير قانونية أو غير دستورية، لأن ديما في إطار الدستور التونسي ما خرجناش منه. إذا أنه الكلام متاع هذا انقلاب على الديمقراطية والكلام ذاك الكل راهو غلط، مزلنا في إطار الدستور ما خرجناش منه قيدة أنملة. الناس اللي تقول احنا خرجنا من الأطر الديمقراطية تشير إلى البرلمان، تشير إلى الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان. اليوم المشيشي كيف يجهز حكومته المجلس نواب الشعب يلزمه عنده أغلبية، يلزم عنده ناس باش تصوت له على الحكومة هذه، وعلى ما يبدو وإلا ما عندوش، وكي ما عندوش كون يصوت له ان ينجم ما يصوت له حد ولا. وينجم ما عندوش اغلبيه ويصوتوا له. هذه هي الوضعيه الغريبه في تونس معناها اليوم، هو انه حكومه ما عندها حتى سند سياسي من الاحزاب تنجم تتعدى، وما تتعداش بالاقتناع الاحزاب بها، لا باش تتعدى مع رفض الاحزاب لها، لكن زادة مع خوفهم من الذهاب إلى انتخابات مبكرة تشريعية فيهم اللي ماهوش حاضر لها وفيهم اللي ماهوش ضمنها. باش نحكيو بصراحة سفيان، وقت اللي خرجت بعض الأخبار أنه هشام مشيشي متوجه لتكوين حكومة كفاءات مستقلة، فما ناس كذبت بينها وبين رويحة تقول لك لا ما ينجمش يوصل بيه ما نعرفش أنا الأكروباسي بوليتيك وإلا الشجاعة السياسية وإلا التحدي الكبير جدا للأحزاب السياسية أنه باش يجي ويقولهم الكلكم على بر، الكفاءات المستقلة هي اللي باش تشد البلاد. راهو هنا نحكيو على أحزاب سياسية اللي تتعارك في حكومة سابقة اللي مازالت توا تصريف أعمال، يتعاركوا شكون في الحكم شكون في المعارضة، وأحزاب مازالت لليوم لتوا تقابل في المشيشي للحديث على دورها مستقبلا كيف سيكون في دعم هذه الحكومة المستقلة، ولا باش يكونوا في وسطها ولا لا باش ما تقوي.
هشام ماشي باش اي باش ما تقوي لا ما وزمنا زاد نحكي واضح فيه. جدا هشام مشيشي هو مكلف من رئيس الجمهورية بصفته شخصية الأكثر، وإذا نحب نحكيوها بالتونسي نقوله هو باش يعمل حكومة بالوكالة عن رئيس الجمهورية. العارف الكبير في العملية هذه الكل هو قيس سعيد. دونك حكومة الرئيس وقيس سعيد. أي قيس سعيد عنده موقف من الأحزاب ومعلن الموقف، والموقف معلن وقعد ينفذ لأنه الدستور أعطاه الإمكانية هذه، قاعد ينفذ في رأيه في فكرته في تصوره للعمل السياسي، يعتبر أنه البلاد قادرة أنه تصير تتسير من غير أحزاب أو خارج الأحزاب. التصور هذا ما نعرفوش شنو عمليا شنية قدرته أنه يكون ناجع، لكن المتأكد متأكد أنه ما فماش ديمقراطية من غير أحزاب. والوضعية هذه وضعية حكومة كفاءات مستقلة ماهيش الوضعية ليديال باش نواصلوا في النهج الديمقراطي، لكن كما يقولوا أن الضرورات تبيح المحظورات. اللي عملوه الأحزاب والمنظر والصورة اللي اعطاوها والانتباع اللي اعطاوها الأحزاب السياسية و المشاكل اللي خلقوها المعطلة لكل أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، خلت أنه ممكن وبرشة توانسة يعتبروا أنه توجه مرحليا استثنائيا ظرفيا لحكومة ما فيهاش أحزاب تنجم يكون الحل. نحبوا ناخذوا رايكم في الموضوع هذا على الباج راديو اف ام على الفيسبوك، قولوا لنا هل تروا انه حكومه كفاءات مستقله يمكن ان تمثل الحل اليوم في تونس ولا لا؟ فاصل ونرجعوا معاكم بعد شويه باش نحكيوا على التفاعلات التداعيات نتاع القرار هذا اللي اليوم صباح بدينا نرصدوا فيه. عبير موسي ستلتقي المشيشي غدوه صباح، اعلنت على ذلك منذ قليل، ونسمعوا زادة تصريح نورجين البحيري رئيس كتله حركه النهضه مباشره وقت اللي خرج من لقائه مع المشيشي. فاصل. Je vais vous rajouter ma copie de 5.